وقت التو له وقت ولا مال؟ نعم، ما هو وقتها؟ لها وقتان، وقت خاص ووقت عام. الوقت الخاص طول عمرك هو وقت لقبول التوبة، لكن إذا وصلت الروح الحلقوم، إذا وصلت هنا يعني ستخرج الروح، الآن ما تقبل التوبة، لكن قبل خروج الروح فإن التوبة تكون مقبولة. هذه خاصة لكل واحد، إذا بلغت الروح الحلقوم ما في توبة. إذا عاينت الملائكة ورأيت الملائكة، لأن الإنسان إذا حضره الموت يرى الملائكة، إذا حضره الموت يرى الملائكة، فإما يبشرونه بالجنة وإما يخوفونه من النار، فإذا رآهم يقول استغفر الله وأتوب إليه، ما ينفع، وإنما قبل أن تصل الروح الحلقوم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني إذا جاءه ملك الموت وأهله بجانبه، عساكره بجانبه، جنوده بجانبه، عشيرته، جماعته، هل يمكن أن يمنعوا الموت؟ لا يستطيعون أن يمنعوا الموت. الآن الروح وصلت الحلقوم ما تقبل التوبة، ولذا من فضل الله ورحمته أن الوقت واسع، الوقت عليك واسع، لكن ما تدري متى تموت. ربما أنك تمشي ويأتيك سكتة قلبية، ربما أنك تركب سيارتك وتوادع أهلك ولا تعود إليهم، ربما أنك تنام على فراش نومك ولا تستيقظ، ما يستطيع أحد أن يعرف متى يموت ولا في أي مكان يموت. ولذا ينبغي للإنسان أن يسارع بالتوبة.